بهدف جعل العاصمة عمان مدينة جذب سياحي. انطلق من مركز الحسين الثقافي أعمال المؤتمر المتخصص في تراث العاصمة ومحطات البريد الزاجل الأردني، وأكدت أمانة عمان أن الحمام الزاجلة كان إحدى الوسائل التي تستخدم لنقل الرسائل، ويتميز بعودته دوماً إلى موطنه، كما أن هذا المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة في المجالات السياحية والاقتصادية إذا ما تم استثمارها، خاصة في حال دمج مسار محطات البريد الزاجل مع المسارات السياحية في العاصمة. يذكر أن عمان كانت في العصور القديمة سباقة لإقامة محطات البريد الزاجل، وحظيت منطقة عراق الأمير بهذا الإرث من خلال إنشاء أولى المحطات التي كانت تنقل الرسائل. محطات البريد الزاجل مهمة في الأردن، ذلك أنها الآن بعد مرور 2000 عام تعود إلى النشاط وإلى الحيوية، وخاصة خلال العصور الهلينستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية. خلال العصر البيزنطي كانت هذه المحطات نشطة، وكان يستخدمها رجال الدين المقيمين في عمان في فيلادلفيا، وكانت ترسل برسائل المحبة والسلام، وترسل برسائل التجارة والاقتصاد ورسائل الفكر والثقافة، فهي عبارة عن محطات إشعاع ونور نوراني، إنها تستحق منا الاحترام والتقدير والصيانة والترميم وإدراجها على قائمة التراث العالمي. هذه المحطات اللي تم اكتشافها مؤخرا في عمان هي دليل على الإرث الحضاري والإرث التاريخي لهذه المدينة. إطلاق هذه المحطات يعني لهذا المؤتمر وإطلاق هذه المحطات والتعريف بها للناس العامة هو ده يعني من الأسباب الرئيسية له، أنه إحنا نحاول أن نزيد وننشط من الحركة السياحية والحركة للسياح الخارجيين والداخليين من أجل الإقامة الأطول في المدينة، الحركة في المدينة أكثر، بحيث أنها تشمل المسارات السياحية التي تم التحدث عنها، تشمل المواقع المختلفة. هذا دليل وإثبات بأن المدينة تتمتع بعمق وتاريخ قديم يجب التأكيد عليه والإشارة إليه من أجل الإفادة منه قدر المستطاع.